الحقيقة المسلمين من دون الأمم كلها ما كانوش بيقتلوا الأسير بصفة أسير. أصلا القرآن شو قال؟ يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، تمام؟ وإنما مش معناته ما بينقتلش الأسير. طب مين الأسير اللي كانوا يقتلوه؟ لحظة، سواء الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو في شخص أسر، عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بتطلقني ما بعدش أقاتلك، بعدش أقاتلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلقه، وإذا به بالمعركة بعدها، يبدو في معركة ثانية، وإذا به الرجل موجود. وشو كان معاهد الرسول؟ إنه إذا بتطلقني، وأطلق الرسول بدون مقابل، أنا ما بعدش أقاتلك. وإذا به موجود قاتلوه، ومن نذالته شو صار يقول الزلمة هذا؟ صار يطلب الرسول يتركه وخلصوا بعاهد إنه ما يرجعش. شو يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين؟ صلاح الدين مثلا، صلاح الدين كان مشهور في الغرب، مشهور في الغرب قضية إنه هو وفاؤه بالعهود وما كانش يقتل الأسرى وكل شيء تمام ومعروف. ولحد الآن الغرب يعني بينظر لصلاح الدين نظرة مختلفة تماما، هالفارس الشهم هذا. لكن صلاح الدين لما صار أمامه ملك الكرك، شو اسمه؟ أرناط، قتلوا بإيده. طب ليش قتلوا بإيده؟ طب ما هي آلاف الأسرى، ما في آلاف الأسرى، ليش تاركهم؟ ويا ما ترك أسرى، هذا مطلوب للقتل أصلا، المطلوب للقتل ابتداء حتى لو أسر، ما هو مطلوب، فهمتوا؟ يعني في فرق بين قتال وبتأسر، وبين واحد أصلا هو مطلوب للقتل. اللي مطلوب للقتل الأسر بيحميهوش، كمان انتبهتوا؟ المطلوب للقتل الأسر بيحميهوش، ماني أنا أصلا بدي إياه مش أنا قتله. فهذا أرناط لأنه كان إنسان مجرم حرب ويعتدي على قوافل الحجاج ويقتل النساء وأطفال، صلاح الدين حتى مش كلف غيره يقتله، بإيده قتله، ما سمحلوش يشرب، لأنه إذا بيشرب شوفوا شهامتهم، إذا بيشرب يعني معناته أمنتك إنك. فالنذل اللي مطلوب قتله هذا شو يعني؟ هذا ولو أسر يقتل. أما إحنا إذا بدنا نتكلم عن الأسير هذا بيكون يعني معركة وصار فيها أسرى، فيش فيها حدا يعني إحنا عندنا سابق إنه بدنا نقتله. وذلك الرسول قتل مين أصلا؟ كان لما يشوف في الأسرى المطلوبين، لما يشوف في الأسرى المطلوب يقتله، لأنه مطلوب للقتل هو أصلا. أنت فهمتوا شو المقصود؟ إذا بتيجوا بتنظروا أنتوا في التاريخ الإسلامي وخصوصا في العهود الأولى، هم لم يوجد أمة على وجه الأرض مثلهم. وعدوك على فكرة إذا كنت أنت مبدئي وأخلاقي بهابك أكثر. ودائما الأنذال على فكرة بيشجعوا الآخرين عليهم وسهل ينهزموا الأنذال، شو ما كان في إيدهم قوة الأنذال. أما أصحاب المبادئ والقيم والفروسية هدول أولا بيكونوا إلهم هيبة، إلهم هيبة في نفس الوقت إلهم احترام، وبالتالي تتقبلهم الناس وبتخضع لهم بسهولة، تخضع لهم بسهولة لأنهم مش أنذال.